مزموري وإنجيلي القداس المزمور. كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب، والصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور. هللويا. من إنجيل معلمنا لوقا البشير. لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا أمتعتكم واعطوا صدقة، واصنعوا لكم أكياسا لا تبلى، كنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسده سوس، لأنه حيث كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. لتكن أحقاؤكم ممنطقة ومصابيحكم موقدة، وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويقوم فيخدمهم، وإذا جاء في الهزيع الثاني أو جاء في الهزيع الثالث وجدهم يصنعون هكذا، فطوبى لأولئك العبيد. وهذا اعلموه، أنه لو كان رب البيت يعلم في أية ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولم يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان. فقال بطرس: يا رب، ألنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ فقال الرب: من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. حقا أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله، والمجد لله دائما أبدا.